أهلا بكم في المناظرة اليومية. أطلق باحث إسرائيلي مبادرة لإعلان قطاع غزة منطقة مغلقة دوليا وإيقاف العلاقة المباشرة وغير المباشرة بين إسرائيل والقطاع بهدف نقل المسؤولية إلى الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية. وأوضح إيدي كوهين الخبير في الشؤون العربية في مركز بيجن سادات للأبحاث الاستراتيجية أن ذلك يتم من خلال قطع إسرائيل لعلاقاتها مع غزة 40 يوما، وهذا الإغلاق يجدد تلقائيا كل 40 يوما، وبعد الإغلاق تغلق المعابر بشكل كامل مع قطاع غزة وتوقف العلاقة المباشرة وغير المباشرة بين إسرائيل وغزة، وتدخل البضائع والأغذية والأدوية عبر معبر رفح المصري، معتبرا أن الحل يكمن في إعلان القطاع منطقة مغلقة دوليا بهدف نقله لمسؤولية الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، وتكون مسؤولية احتياجات غزة على عاتق الأمم المتحدة، مصر والدول العربية النفطية، والتي عليها العمل أيضا على إعادة السلطة الفلسطينية لقطاع غزة وإنهاء حكم حماس. ولنقاش لنناقش هذا الملف معنا من أعد هذه الخطة دكتور إيدي كوهين باحث في مركز بيجن سادات للأبحاث الاستراتيجية. مرحبا بك. والسيد أشرف العجم وزير الأسرى الفلسطيني سابقا مرحبا بك. أبدأ معك سيد أشرف، وقرأت هذه الخطة، هل برأيك قد تكون مقبولة على أحد الأطراف الذي له علاقة بقطاع غزة؟ يعني الأطراف الفلسطينية بالتأكيد لن تقبل هذه، لأنه أولا هاي أنه إخلاء مسؤولية الاحتلال عن الشعب الفلسطيني وحل قضايا بما فيها قضايا أهل غزة. غزة فيها جزء كبير من اللاجئين الفلسطينيين وقضيتهم بحاجة إلى حل. عزل غزة يضرب فكرة الدولة الفلسطينية المستقلة التي تقوم على الضفة الغربية وقطاع غزة، وعزل غزة يلقيها في وجه الأمة العربية يعني يخلي المسؤولية الإسرائيلية. نحن نريد ربط غزة بالضفة الغربية، وغير ذلك هذا مناقض لكل الاتفاقات مع الجانب الإسرائيلي بدءا من اتفاق أوسلو وكل العملية السياسية التي جرت حتى اليوم، والتي تتحدث عن دولة فلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة في كل الأراضي المحتلة التي احتلت عام 1967. وبالتالي إراحة لإسرائيل من عبء قطاع غزة فقط، هذا هو الموضوع. بعد ذلك ما يحدث الفلسطينيين ليس شأنهم. لا، نقول قطاع غزة هو مسؤولية إسرائيل. قطاع غزة لازال يخضع للاحتلال الإسرائيلي، والضفة الغربية تخضع للاحتلال الإسرائيلي، وطالما الاحتلال لا يزول عن كل المناطق الفلسطينية وتقوم دولة فلسطينية، فهذا الصراع قائم، ومشكلة قطاع غزة قائمة لدى الفلسطينيين، وقام أيضا لدى الإسرائيليين ولدى المجتمع الدولي. نعم دكتور إيدي، ما يقول لك هو عزل واضح لقطاع غزة وفصل واضح بين غزة والضفة الغربية، وهذا يمنع أي حل مستقبلي في نهاية المطاف، لذلك فلسطينيا هو مرفوض بشكل كامل. أولا خليني أقول لك أنه الضيف أوسلو مات، حل الدولتين مات. خلينا نحكي بمفردات مصطلحات جديدة. هلأ لا أحد يتكلم عن دولتين، حل الدولتين، لا أحد يتكلم عن أوسلو. اثنين، ثالثا لا، هذا لا يمنع الخطة. يعني بعد عزل غزة من إسرائيل يجب على السلطة الفلسطينية أن ترجع إلى غزة، يعني بعدين حتتواصل بمساعدة الأمم المتحدة والجامعة العربية بعد تطهيرها من الإرهاب. هلأ ليش هاي الخطة؟ هاي الخطة هناك مادة في القانون الدولي، قانون الدولة هذا مش قانون إسرائيل. إسرائيل دولة محترمة، دولة لديها ثقة، لديها دولة يعني عضوة بمجلس الأمن، وهي مخولة أن تكون هذه المنطقة ما في ديمقراطية، ما في حدا انتخبهم، ما في رئيس شرعي. هذا فراغ، هذه المنطقة مثل ما كانوا يعلنوا للقراصنة
بالقرن الوسطى هذا المصطلح كوارنتين زون كانوا يستعملوه لما القراصنة بيحتلوا جزيرة، أما لما بكون في شيء مرض بيغلقوا كل هالمساحة. ولذلك إسرائيل لازم، وأنا اقترحت للوزراء ولرئيس الحكومة أن يعلنوا هذه المنطقة منطقة مغلقة، وإسرائيل ما دخل ولا خص فيها. كان هناك تجاوب من قبل أطراف حكومية بالنسبة لهذه الخطة جديدة هلأ من يومين ثلاثة أرسلتها؟ ما في. وماذا عن المواطن؟ أنت تتحدث عن عزل وحتى إغلاق كامل لقطاع غزة، ماذا عن مصير المواطن الفلسطيني الذي يعيش في قطاع غزة والذي يعيش أزمة خانقة منذ فترة؟ شو خصنا؟ شو خصنا فيه؟ يروحوا عند المصريين؟ مش هدول إسلام؟ مش هدول الإسلام؟ لك الرد. المسلم للمسلم. يعني هو شو خصنا فيني؟ نحن عبء جملة واحدة. أنا سمعتك. الغزة نحن ما خصنا وما دخلنا وهيدي مشكلتهم. أولا الواقع الذي خلق في قطاع غزة هو مسؤولية إسرائيلية بدرجة أساسية، وستتحمل مسؤولية عن الواقع الذي خلق اليوم، وإسرائيل تتحمل مسؤولية عن استمرار هذا الواقع. وإسرائيل إذا بتقول أن غزة فيها إرهاب فإسرائيل أكبر داعم للإرهاب، وإسرائيل إذا كان الذي في غزة، وأنا طبعا أنفي صفة الإرهاب عن غزة تماما، ولكن إذا كانت إسرائيل تدعي أن هذا إرهاب فإسرائيل تمول الإرهاب. إسرائيل سمحت حسب تقارير إسرائيلية بتمويل قطري مقداره 1,100,000,000 دولار خلال السنوات الماضية. للمساكين اللي عم تحكي عنهم؟ لا 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 لا، ليس للمساكين اللي بحكي عنهم، أنا بحكي عن تمويل الجزء الأكبر، أنت عارف وين بروح. بالتالي أنت بتحكي عن هذول إرهاب وبتمولهم، مش عارف أنا زي ما كانوا بيحكوا عن جبهة النصرة إرهاب وإسرائيل بتمولهم تعطيهم مصاري. أنت هذا لا يحل المشكلة. قطاع غزة يجب أن يذهب إلى ويتحد مع الضفة الغربية تحت سلطة واحدة وجزء من الدولة الفلسطينية. السؤال إذا كان بالنسبة لغزة وإسرائيل، هناك معابر بين غزة وإسرائيل، وهو يقول ربما قد يبقى معبر واحد وهو شريان الحياة لقطاع غزة وهو معبر رفح. لا يجب إغلاق جميع المعابر حتى معبر رفح، وما في طبيب وما في كل شيء، خلص مثل حائط. بس المعبر مع مصر، حائط رفح. لا لا، رفح مع مصر. هو يريد زج قطاع غزة في وجه مصر. مصر لن تقبل. نحن سوف نغلق جميع. مصر لن تقبل، الدول العربية لن تقبل، الشعب الفلسطيني لن يقبل. إسرائيل يمكنها أن تختار ما تشاء، ولكن إسرائيل تتحمل مسؤولية الوضع في قطاع. 2 مليون فلسطيني مسؤولية إسرائيل. من وين جبتها؟ ليش دحين خلقناهم؟ إسرائيل هي التي تحتل قطاع غزة، وإسرائيل التي تمنع الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير مصير وقيام دولة فلسطينية مستقلة. وطالما أن إسرائيل لا تزال تمارس الاحتلال في الأراضي الفلسطينية وتحاصر قطاع غزة، وين في احتلال بغزة؟ بار وبحر وجو، تحاصر قطاع غزة وخضع الاحتلال بكل المفاهيم، مقاييس السياسية والدولية والقانونية الدولية. غزة والضفة الغربية محتلان ومحتلتين. ما هو سيد أشرف الحل الحقيقي لإعادة السلطة الفلسطينية لقطاع غزة؟ الحل الحقيقي هو أن تنسحب إسرائيل ويذهب الفلسطينيون للانتخاب لبرلمان. من وين تنسحب؟ من الضفة الغربية. شو خاص الضفة بغزة؟ خلينا مشكلة. حل مشكلة قطاع غزة مرتبط بحل مشكلة الضفة الغربية، مرتبط بقيام دولة فلسطينية، مرتبط بانتخابات برلمانية ورئاسية للدولة الفلسطينية، مرتبط بإعادة إنعاش الوضع الفلسطيني وسيطرتنا على حدودنا وإنتاج اقتصاد فلسطيني قوي على المناطق التي تحتلها إسرائيل اليوم والتي تحاول ضمها وهي مناطق جيم. دعني أقول لك، الأمر قد لا يكون مقبول إسرائيليا أيضا، وهذه الحكومة الحالية ترغب ببقاء حركة حماس في قطاع غزة، تسمح بإرسال أموال قطرية إلى قطاع غزة. هي ترغب بها. نعم هي ترغب بها. أنا مش موافق مع الشيء. نعم ربما هي ترغب بها. هي ترغب بها ضعيفة أمام إسرائيل وقوية داخليا للسيطرة على الأمن في قطاع غزة، لذلك إسرائيل لا ترغب بأن تنفصل عن أو تعزل عن القطاع، لأنها تريد أن تعرف بشكل واضح ما يجري هناك، وفي نهاية المطاف التعامل سوف يكون مع حركة حماس. لست متأكد من ذلك. إسرائيل ليست معنية بإعطاء الأكسجين لحماس. هناك أخطاء ترتكب، بيقولوا لك محمود عباس قطع
الرواتب وفي يعني وفي قطري يعني في وسيط تبرع شو بدك تقول له لا. لكن سيناريو كهذا عزل قطاع غزة في نهاية المطاف سوف يجلب صواريخ حماس إلى إسرائيل ليس لا إلى القاهرة أكيد حتصير في حرب. أنا كمان كتبت لا أحد وأنا كتبت في هذه البحث لا أحد سيقبل هذه الخطة ولا الفلسطينيين ولا المصريين، لكن على إسرائيل أن تجبرهم إجبارهم أن يقبلوا هذه الخطوة إجبار السيسي تناقض. إجبار مصر السلطة في الضفة الغربية وبعدين بتقول بدك السلطة تعود إلى قطاع غزة، كيف بدها تصير السلطة؟ المرحلة أول مرحلة تطهير حماس، تطهير غزة من حماس. لا أحد يستطيع تطهير غزة من حماس أو تطهير حماس من غزة. على كل أحوال لو فرضنا أن السلطة الفلسطينية بدها ترجع لقطاع غزة، ستكون السلطة الفلسطينية في قطاع غزة في واقع معزول، والسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية في واقع معزول، كيانين منفصلين، لأنه بقول لك هذا كيان دولي معزول ومغلق. كيف السلطة الفلسطينية بدها تكون في كيان دولي معزول ومغلق؟ حتى السلطة تأخذ الحكم هناك، يعني حتى تنتهي حماس. حتى تنتهي حماس. شوف خلينا ما نضحك على الزكون، لا مصالحة بين الفتح وحماس، ما حتصير في مصالحة. 10 مرات 10 سنين قطر، دوحة، مصر، القاهرة، مخابرات، اجتماعات، بوتين، روسيا، مصالحة مع حماس ما حيصير فيه. خلينا نكون صريحين يعني. ربما أنا لا أجادل على فرص المصالحة. يعني. أنا لا أجادل على فرص المصالحة وأقول لك أن هناك مشكلة في عملية المصالحة، ولكن هذا لا يلغي مسؤولية إسرائيل في هذا يلغي. لا هذا يبقى يجب هذا على يلغي. إسرائيل أن تنسحب من انسحبت 2005 يا حبيبي انسحبت. إعادة الانتشار والانسحاب وحادي الجانب وأخلينا مستوطنات. لا وهذا كان هو السبب في خلق الوضع الذي يشهده قطاع غزة شوف اليوم. حيصير في حرب وهذا ما تريده إسرائيل وما كان يراد من الانسحاب، والانسحاب لم يعطي فرصة للسلطة الفلسطينية لإعادة ترتيب أوراقها والسيطرة على قطاع غزة، وترك قطاع غزة في حالة فوضى، وإسرائيل ساهمت في الوضع الذي يعيشه قطاع غزة اليوم. نعم أنا متفق معك. وبالتالي لا نقول أنه انسحبنا وقبلنا ولقينا صواريخ. إسرائيل اقترفت أخطاء كثيرة في غزة ولا زالت ترتكب حتى اليوم. أنا مش موافق مع حكومة نتنياهو بالملف الغزاوي، يعني خلينا نكون واضحين، أنا ضد هذه الحكومة. أخطأت من أول لما طلعت لحد الآن، لكن الآن في هذه المرحلة بالذات لم يعد لدينا ولدى إسرائيل إلا هذه الخطة، إقرار هذه المنطقة منطقة إرهابية يجب عزلها كأن فيها شي مرض. حتى بيجوا الجامعة العربية، شو عملتكم الجامعة العربية 70 سنة؟ ولا بتكش ولا بتنش ولا الذباب بيشتغلوا أحسن من الجامعة، بياخدوا مئات الألاف الدولارات شهريا كل الموظفين بالجامعة العربية. شو بيعملوا كل يوم؟ صفر على الشمال الجامعة العربية مثل البرلمان العربي. الجامعة العربية تدعم الفلسطينيين سياسيا، تدعم الفلسطينيين ماليا، وفي التزامات من الجامعة العربية لتجاه الشعب الفلسطيني، وهذه قائمة لليوم. هناك دول عربية بتدفع شهري للسلطة الفلسطينية للشعب الفلسطيني، والجامعة العربية بتدفع للأونروا والآخر، وهي بتشتغل على المستوى الدولي. ولكن هناك أيضا خلافات عربية، وهناك ضعف في الحالة العربية، وهناك ضعف في الحالة الإقليمية، وهناك ضعف في الحالة الدولية، في أزمات كبرى. لكن ما تحدث عنه، واليوم ربما تبعت ما يجري في قطاع غزة وأيضا بالنسبة لمصر، إذا ذهبنا للواقع اليوم ليس بعيدا عن ما يتحدث عنه. هناك إغلاق معابر إسرائيلية، فتح هنا وهناك، معبر رفح مفتوح منذ فترة لأيام، ومصر قالت بأنها لن تغلق المعبر فقط لأحداث أمنية أو لقلاقل أمنية. هناك ميلادينوف من الأمم المتحدة يزور قطاع غزة كل أسبوع أو أسبوعين، وهناك أموال من قبل دول عربية إن كانت قطرية أو إماراتية بعض الشيء، لكن قطرية بشكل واضح. الخطة التي تتحدث عنها وكانت تطبق بالفعل. هناك مشكلة في الواقع في قطاع غزة لا أحد ينكر، والمشكلة قائمة بسبب وجود الانقسام،
وبسبب عدم نجاح عملية المصالحة وأنه يرجع قطاع غزة إلى السلطة الوطنية الفلسطينية. هناك مشكلة جدية ومشكلة قائمة ولا أحد يجد حلولا، يعني لا حلول لموضوع قطاع غزة، ولكن الحل الوحيد الذي يقصر الأزمة في غزة هو الحل السياسي لكل القضية الفلسطينية. هذا بينهي حكم حماس في غزة ويذهب الجميع إجباريا إلى الانتخابات برلمان دولة فلسطين والانتخابات رئاسية والآخرة. أما إذا نقعد نلعب وترقيع وحل هون وحل هون، ما راح يحل الموضوع. المشكلة الفلسطينية يجب أن تحل بشكل المنحرة. لسألك، هل تؤمن بالفعل بأنه يمكن الوصول إلى مصالحة فلسطينية وإنهاء الانقسام؟ يعني فرصة ضعيفة، أقول لك بصراحة فرص المصالحة ضعيفة بعد فشل كل الجهود، وبالتالي حتى الأطراف المعنية صارت تتحدث أنه لا مجال حتى لا لقاءات ثنائية لا في القاهرة ولا في مصر. قريب لعودة للسلطة الفلسطينية مشكلة، ولكن هذه لا تغلق الباب تماما أمام المصالحة، بمعنى أنه ممكن تستجد ظروف، ممكن تصير عمليات ضغط هنا وهناك، ممكن تراجع بعض الأطراف الإقليمية وتضغط. يعني لأن موضوع الملف المصالحة مش فقط يعني السلطة وحماس، هناك أطراف إقليمية كثيرة وبينها إسرائيل داخل على الخط والكل يلعب بهذا. تفضل سيدي. خطتي تقول بجملة واحدة، اعملوا سلام معكم أول شيء بعدين اعملوا سلام معنا، وهذه هي آلية. أول شيء حماس أو إرهاب حماس أو نظام حماس، هل بدك يلغش هونيك وبتاخذ السلطة الفلسطينية؟ خلينا نكون صريحين، بس حماس لا ترغب أن تتخلى عن سلاحها، حماس لا تريد أن تتخلى عن سلاحها، ولازم يكون في بس بالقوة حماس مثل حزب الله. حزب الله لن يتخلى عن سلاحه. خطتك، من سيستخدم القوة في قطاع غزة إذا عزلت إسرائيل نفسها عن القطاع؟ أول شيء نحن ما خصنا، نحن شلنا إيدنا. حماس غزة ما بدنا نسمع الكلمة هذه، مستنقع غزة هلا الفلسطينيين. نحن بدنا نشيل إيدنا من غزة وفخار يكسر بعضه. أمم متحدة، مصر، سيسي، إخوان مسلمين، هل اللي بدكم اعملوا غزة لألكم؟ نحن لا نريد أن نتكلم، لا نريد أن نساعدكم، لا نريد أن نشتغي، لا نريد، ما بدنا شيء منكم. الله يسلمكم. نعم. ربما ما يقوله إعادة للتاريخ عندما كان قطاع غزة تحت مسؤولية الطرف المصري. لن تعود مصر إلى قطاع غزة كما كانت في السابق قبل 67. ليش لا؟ ليش ما تخذها؟ وبالتالي لما يسكر قطاع غزة راح ينفجر في وجه إسرائيل. الذي لا يعلمه عن الانفجار راح يكون في اتجاه إسرائيل، لأن إسرائيل تتحمل المسؤولية. إسرائيل لا تحتل الشعب الفلسطيني، إسرائيل التي تمنع الشعب الفلسطيني ممارسة حقوقه، مش مصر ولا جماعة الدول العربية ولا أي أحد في العالم ولا الأمم المتحدة ولا أي أحد. من يحجب الشعب الفلسطيني ويمنع تطوره ويمنع استقلاله ويمنع عن حصوله على حقوقه المشروعة وأنه يكون في دولة زي باقي الشعوب ومستقل وعنده اقتصاد وبيعالج مشاكله وحدوده مفتوحة على العالم، مفتوحة الأفق، هي إسرائيل. وبالتالي طبيعي جدا أن ينفجر قطاع غزة في وجه إسرائيل وليس في وجه أي طرف آخر. وبالتالي هذا الإغلاق الذي يتحدث هو وصفة سريعة للانفجار، يعني هذا بس بسرع بدل ما يقعدوا يعني ما تطلب فيها. إذا ما كبرت ما بتصغر يعني أحسن يذهبوا يفجروها يعني أحسن مرة واحدة فجروها يمكن أحسن. أكيد حيصير في حرب. يعني لو لبنان أطلقت صواريخ على إسرائيل ما حيصير في حرب؟ حيصير في حرب. لو سوريا أطلقت صواريخ على إسرائيل ما حيصير في حرب؟ حيصير في حرب. طب نحن حنغلق وحماس حيطلق صواريخ وحيصير في حرب. يعني نحن لا نخاف من حرب. يعني السؤال ماذا بعد ذلك؟ وإذا أجريت حرب مع قطاع غزة عدت للسيناريو السابق، يمكن قادة حماس سيتعلم ودرس أنه ما يلعبوا مع إسرائيل. وهل برأيك هناك استعداد للدول العربية التي ذكرتها وسميتها بالدول النفطية أو حتى جامعة الدول العربية تأخذ مسؤولية عن قطاع غزة بظل أزمة خانقة إنسانية في القطاع؟ هاي الخطة لازم يشتغلوا عليها. أنا مش رئيس حكومة، لما صير رئيس حكومة أنا بشتغلها، بس هاي دي خطة لازم يشتغلوها رئيس الحكومة الخارجية. ترامب عندنا رئيس متعاطف جدا مع دولة إسرائيل، وفي عندك حليف في مصر. يعني بس المرة تمشي معك إلى أي مدى؟ يعني لازم الدول العربية خط
تكون ضمن في يمكن الرسالة السعودية التي سربت أخيرا تحكي لا يوجد دولة عربية على الإطلاق حتى مهما اختلف العرب ستتجاوز الموقف الفلسطيني. العرب يقبلون ما يقبل به الشعب الفلسطيني والقيادة الرسمية لمنظمة التحرير، ولن يقبل العرب أي موقف آخر حتى لو بعضهم أجرى اتصالات مع إسرائيل أو من تحت الطاولة عقد صفقات. الموقف العربي الرسمي الشعبي والرسمي مع القضية الفلسطينية ومع الشعب الفلسطيني ولا أحد يستطيع أن يتجاوز هذه قضية خطوط حمراء. حتى تجي الأوامر من واشنطن. حتى بأوامر واشنطن. عندما تقول السعودية لواشنطن مش لأحد ثاني. لا لا لا. نحن لن نقبل. عند العواصم العربية واشنطن. لا لا لا. انتظر في خطوط حمر كمان. أي خطوط حمر؟ القضية الفلسطينية خطوط حمر. عندما تقول السعودية. عندما تقول السعودية. عندما تقول السعودية للولايات المتحدة الأمريكية أن لن نطبع ولن نقبل ما لا يقبل به الفلسطينيون صفقة القرن ولا غير صفقة القرن فهذا موقف واضح وهذا موقف اليوم أبو مازن واليوم أبو مازن هناك هذا موقف واضح هذا الموقف الذي كان يراهن عليه إسرائيليا وأمريكيا وموقف السعودية مش موقف أي دولة أخرى وإذا كانت السعودية قالت لهم بلوك هنا خط أحمر معناها ولا دولة عربية راح تجرؤ وتتجاوز هذا الخط الأحمر ونعتقد أن العرب في نهاية المطاف لا يريد أن يتحمل المسؤولية مين اللي بده يتحمل المسؤولية يحمل العبء أنه نخرب الموضوع الفلسطيني كله الفلسطينيين عولوا على العرب ب48 وشفنا شو صار عولوا على العرب ب67 عولوا على العرب هلا بالنقل السفارة على العرب في نقل السفارة نقل السفارة الأمريكية يعني والعرب ما عم بيلبوا الحاجة يعني خلينا نقول صراحة يعني يا سيدي أوكي العرب لن يهزموننا لدينا ولن يهزموننا حرب يا سيدي احنا ما بنطالب العرب حرب إسرائيل ونقول لك بأن الأمن في هذه المنطقة مربوط فينا أكثر من مربوط في أي جهة أخرى وأوعى تفكر التهديدات اللي بيحكوا عنها لو قرأت بدراسة مركز أبحاث الأمن القومي برجع لك إياها إيش بقول؟ بكل خطر الأساسي على إسرائيل وانزلق نحو الدولة الواحدة خطر عندنا هون مش لا من إيران ولا من السعودية ولا من مصر ولا من أي دولة أخرى الخطر هذا الصراع موجود بيننا وإحنا موجودين على الأرض بالضبط إحنا موجودين على الأرض هو مركز البحوث يعني هو الله لا سمح الله لا مش الله ناس تفهم ناس كل واحد بيكتب هل بده وهذا يعني معروف هذه الإدارة إنه هي يسارية يعني شوف شوف معظم الناس الوازنين في إسرائيل اللي بيكتبوا بيعملوا أبحاث والآخرة تشعر إن هم بيشعروا إنه إسرائيل تنزلق نحو خطر وجودي هذه فزاعة طالما نحن موجودون على هذه الأرض طالما أن إسرائيل ملزمة بالتعايش معنا ملزمة بالذهاب إلى سلام معنا هذا اللي بيأمن لإسرائيل أمن واستقرار بيأمن لها أنها تكون جزء من المنطقة إذا كانت إسرائيل بتحلم الأحلام اللي منطقة المغلقة إسرائيل اللي بتعيشها بالمناسبة اللي بتحكي عنها المنطقة المغلقة أن إسرائيل بتشعر حالها جزء من أوروبا جزيرة معزولة لن تعيش إسرائيل لما لا نهاية في هذا الوضع مع هيك جيران مين عندك سوريا قديش بتقعد إسرائيل مين جيران قديش بتقعد إسرائيل قديش بتقعد إسرائيل في هذا الوضع 100 سنة 200 سنة نحن نريد أن نكون لوحدنا ما بدنا هيك جيران دكتور إيدي أنت تعتبر من اليمين في إسرائيل وإذا ذهبت إلى نتيجة هذه الخطة وأنت تقول بأن الهدف إعادة السلطة الفلسطينية وحتى بعد ذلك ربط غزة بالضفة الغربية وبهذا أنت في نهاية المطاف جعلت المهمة أسهل بالنسبة لإسرائيل للتفاوض مع الطرف الفلسطيني الذي يقول دائما هناك غزة وهناك رمال صحيح لما يكونوا عقلانين لما ما بيكون في حرب وبيناتهم يعني يمكن وبيصير عندهم رئيس تاني مش تعنت فلسطيني مثل أبو مازن محمود عباس أبو مازن متعنت أبو مازن أكثر القادة الفلسطينيين اعتدالا على الإطلاق وهذا باعتراف إسرائيليين يهود وليس لا أمريكان هو العقلية طبعا سنة 80 لازم جيل جديد
لازم جيل جديد يستلم من إسرائيل تستمر بالاستيطان وتأخذ الضفة الغربية وتمنع الفلسطينيين. الجيل الجديد بواقفي أصعب. الجيل الجديد لعلمك. الجيل الجديد مثل حضرتك أنت. الجيل أنا من جيل جديد. خلصنا لا أنت جيل قديم. جديد. لا لا. أنا أنتمي للجيل القديم. على كل الأحوال الجيل الجديد أكثر تشددا بكثير من القيادات الفلسطينية الحالية. وأنتوا لما تلتهي هذه القيادات راح تتفاجئوا بأنه في جيل راح يعيد قراءة الموضوع الفلسطيني من أصله، وراح تتفاجأ بمواقف مختلفة تماما. وأنا بقول لك إسرائيل تضيع فرصة تاريخية كبرى بينما بتعمل سلام في ظل الجيل القديم اللي وصل لكمبرومايز أو هو ذهنيا قبل إلى موضوع التسوية وموضوع حل الوسط مع إسرائيل، وقبل بكل ما يطرح المجتمع الدولي وأقل بعض الأشياء في كثير من القضايا حتى يتوصل. يعني إحنا تساهلنا في بعض الأمور من أجل يعني دفع الأمور للتوصل للتسوية، وإسرائيل تشددت أكثر وخرجت عن النطاق، وبالتالي راح يجيك جيل يقول لك كل هذا شطبناه وراح نبدأ من جديد. نعم بجملة واحدة إذا ردتها بجملة واحدة. هذه هي الخطة، ونحن لا نريد أن نسمع يعني إنه يقبلوها، هذه لازم يحطوها إجبار عليهم. نعم دكتور إيدي كوهن من بادر لهذا الخطة وباحث في مركز بيكن استدارة الأحداث الاستراتيجية، شكرا جزيلا لك، وجزيل الشكر سيد أشرف العجم وزير الأسرة الفلسطينية سابقا، شكرا جزيلا. أعزائي المشاهدين نأتي إلى ختام المناظرة اليومية، شكرا لكم على طيب المتابعة وإلى اللقاء.